السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد غادي نشارك معكم اللحظة نزول عاصفة رعدية، اللهم بارك، في مدينة اكادير. شوفوا تبارك الله، عاصفة رعدية في هذا الاتجاه، اكادير وفلا كله فيه عاصفة رعدية. هذه البلاصة حتى هي شوفوا تبارك الله، نزول امطار غزيرة خاص في المغرب، اللهم بارك. ما تخيلوش الاجواء اشحال زوينه، ما تخيلوش عفوا لطيفة. والله الا مشكله. علاش تجي قدامي؟ علاش تعطرات فيا اخوتي؟ وهذا رمضان. خصكم تعرفوا بزاف، غير يشوف داك الشيء صافي يتجرح لداخل ديالي. دابا بزاف غير يشوف داك الشيء ديال الديكور صافي تلقى الكبده ديالو كتنفخ ليه، صعب جدا التنفس. ها كتنفخ ليه الكبده ديالو والتنفس ديالو كتوقف، ما كيقدرش يتنفس باقي. غير يشوف داك الشيء ما كيقدرش يتنفس. ها باش نكون واضح، حيت هو باش نوضحوا لكم، راه بزاف راه مريض، في واحد المرض خطير جدا ديال هذا الشيء. ها نتمنى الدعوات ديالكم، الشفاء لبزاف، يا ربي تعفو عليه، يا ربي تشافيه باش يبرى مسكين، حيت هو مريض بداك الشيء. إذا نرجعوا لكم ونكملوا لكم أمطار غزيرة، كنشاركوا معكم كل شيء، كنشاركوا معكم الإحساس ديالنا، كنشاركوا معكم أي حاجة باش تعرفوا اليوتيوبرز الحقيقي دائما كيشارك معكم أي حاجة، جميع المشاكل، حيت كاين بعض اليوتيوبرز ما كيشاركوش المشاكل ديالهم والخسائر ديالهم، ما كيشاركوهمش، كيشارك معكم غير داك الشيء اللي زوين فقط. إذا عاصفة رعدية دازت حاليا، اللهم بارك، كما كتشوفوا، سمعوا تبارك الله، بهذه النعمة ديال سيدي ربي، الرحمة ديال سيدي ربي. الإخوان أنا ما عرفتش مال البحر، شوفوا الماء ديال البحر كيدير، شوفوا أش واقع، واش الماء ديال الشتاء هذا ما جبناش خضار، واش كان الفيضان البارح؟ شوفوا الماء ديال البحر كيدير، ديال الشتاء هذا، الماء ديال الشتاء، ولكن امتى داز الشتاء ودارت هاد الفيضان؟ ربما انت الله يهديك، خلينا الله يرحم عليك الوالدين، انت الله قربنا صعب وهاجمتي علينا حشومة، راه رمضان هذا شريف. ها شوف والله الا الماء ديال الشتاء، بالله فين شاهد الماء ديال الشتاء؟ المواد اللي جاب هذا الفيضان؟ اذا نتمنى ديروه في التعليق، انا رايي فيضان ربما الماء. شوفوا الشتاء، شوفوا عاصفه رعديه، شوفوا صراحه ديال اخوتي تفاجات، دابا البحر الماء ديالو مابقاش صافي بحال هكا كيكون، ملي كتكون الشتاء ملي كيكون السيول ولا الفيضان كيكون البحر بحال هكا، ولكن هاد الواد ما جابش الفيضان، هذاك الواد الاخر ما جابش الفيضان، وفين جا هاد الماء؟ ما عرفتش ربما، صراحة ما فهمتش. إذا البحر كيكون بحال هكا إلا كان الفيضان. إذا أجواء ممتعة، أجواء خيالية كما كتشوفوا، أمطار غزيرة، اللهم بارك، واستمتعوا بهذا الجو الرائع جدا كما كتشوفوا، ها هو البحر، أجواء خيالية. ونتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي اكادير المغرب.